من واشنطن وبغداد. من واشنطن تنضم إلي الآن مديرة مكتب الحدث في العاصمة الأمريكية نادية البلبيسي. نادية تحية طيبة، يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية. بداية نقف وإياك على آخر التطورات فيما يتعلق بالمواقف التي خرجت من البيت الأبيض. نادية، طبعا الرئيس بايدن قطع إجازته في عطلة نهاية الأسبوع، أتى إلى البيت الأبيض، اجتمع مع أركان الإدارة الأمنية والعسكرية والاستخبارية. طبعا كان في هناك وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، وزير الخارجية، مستشار الأمن القومي. وطبعا كما تعرف منذ فترة كانت الإدارة تحاول أن تتلافى هذا السيناريو، لا تريد أن تنجر إلى مواجهة مع إيران أو أن ترى مواجهة بين إسرائيل وبين إيران. وبالتالي عندما قامت إسرائيل بضرب السفارة في دمشق، رغم أن الولايات المتحدة لم تريد أن تؤكد حتى الآن وتقول هناك تحقيق إذا كان هذا بالفعل قنصلية أو جزء من السفارة أو حتى هو مكتب أو مبنى لصيق بها، وبالتالي تبعد عنها ربما هذه الحماية الدبلوماسية، قالت لإيران بشكل مباشر وأرسلت رسائل بأنها لم تكن على علم في ذلك. وأعرب وزير الدفاع عن إحباطه بأن إسرائيل لم تبلغه بالقيام بهذه العملية، لأنها كانت تدرك تماما بأن إيران ستقوم برد فعل. الآن ما تريد الولايات المتحدة هو احتواء رد الفعل الإسرائيلي، هو تنسيق على أعلى مستوى. طبعا الموقف الأمريكي معروف، قبل أيام كان هناك توتر بينه وبين نتنياهو، طبعا بايدن. الآن نتحدث عن وحدة صف، نتحدث عن دعم أمريكي كامل، عن تصريحات من الرئيس بايدن الذي قال بأننا سنقدم لإسرائيل كل ما تحتاج ونقف معها في هذا الوقت ضد إيران. وحذر إيران بالأمس فقط، هو الذي أعلمنا بأنه بالفعل هذا الهجوم سيكون نادية عاجلا أم آجلا. التعاون في صد الهجوم أم في الهجوم المضاد، هل هناك أي توضيح؟ لا، في كل، أولا في صد الهجوم كما نعرف هناك بعض المعلومات الاستخبارية تقول بأنه بالفعل الولايات الطائرات الأمريكية تحاول اعتراض هذه المسيرات على الحدود الأردنية العراقية، إذا هناك مشاركة أمريكية. وطبعا كان هناك وجود وتنسيق على مستوى لرئيس القيادة الوسطى الجنرال كوريلا كان في إسرائيل. وغير ذلك أعتقد بأنه الآن ما تريده الولايات المتحدة هو أن يكون رد الفعل، إذا كان رد فعل هناك، هذا يعتمد طبعا على حجم هذا الهجوم. قبل قليل السيناتور ماركو روبيو قال بأنه ربما الهجوم الإيراني سيكون أكبر بكثير مما كنا نتوقع. يعني كان البعض يرى بأنه ربما هي تكتفي بمسيرات، ربما نتحدث الآن عن صواريخ ربما فلسطينية وصواريخ كروز. لا أعرف إذا كانت، طبعا هذا يعتمد إذا كانت تصيب أهدافا أو لا، إذا كان هناك تدمير لبعض المنشآت الإسرائيلية لقتل إسرائيليين، أم أنها فقط صواريخ ترد فيها إيران ويتم اعتراضها. حتى الآن هذا هو الواقع يعني، وهذا ما تراهن عليه الإدارة الأمريكية، أن يبقى الموضوع محصورا. نادية، سريعا أرجوك في أقل من دقيقة، بعثة إيران في الأمم المتحدة تقول أنه الصراع بين إيران وإسرائيل يجب على أمريكا أن تبقى بعيدا، هل يلقي البيت الأبيض يعني أذان صاغية للبعثة، بعثة إيران في الأمم المتحدة، هل يتجاوب مع هذه التصريحات؟ سريعا أرجوك. لا، الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل، هذا موقف معلن. عندما تهاجم إسرائيل من قبل إيران تأكد تماما البيت الأبيض والكونغرس وكل الإدارة الأمريكية ستكون طيب. إلى جانب إسرائيل حتى لو كان هناك خلاف بينها وبين نعم. كل الشكر لك دائما، سنعود إليك فور بروز الجديد من هذه التطورات. نادية كانت معي مديرة مكتب الحدث في واشنطن، نادية البلبيسي، شكرا جزيلا.